بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في المحاضرة 77 من محاضرات دورة اليونيتي عن الأوديو ميكسر. الأوديو ميكسر يا جماعة من الحاجات اللي هي موجودة داخل اليونيتي، تمام، واللي بتخليك تقدر تخلط أصوات بينها وبين بعض، بحيث ان انت تعمل خلفية موسيقية، بحيث ان انت تعمل جو او مود للعبة نفسها، للجيم نفسه، تمام. الاوديو ميكسر شغال كالاتي: ان انت بيبقى عندك حاجة اسمها الجروبس او الاوديو جروبس، والاوديو جروبس دي ممكن تطبق انت فيها فلاتر زي ما انت عاوز. كل اوديو جروب بيبقى موجود فيها مجموعة من الاصوات شغالة عن طريق الاوديو سورس، تمام كده، والصوت بيطلع من الاوديو سورس على الاوديو جروب، وبعد كده على الاوديو ميكسر، ومن الاوديو ميكسر يطلع مين؟ على السماعه. دي فكره الاوديو ميكسر بمنتهى البساطه. طيب عشان نعمل اوديو ميكسرز، هاجي انا هعمل في اليونيتي، طبعا انا شغال برده على نسخه 2017 علشان بس امكانيات الجهاز اللي عندي، فهعمل نيو وهعمل بروجكت جديد، تمام كده، وليكن 3 دي بروجكت، وهسميه ماي اوديو بوكسر، ماي اوديو ميكسر بهذا الشكل، وهقول له كرييت بروجكت. انا شغال على مؤثرات صوتيه بدون ما نعمل ميكسر، ورانا ديك وجع مصدعني كل شويه كوكو كوكو لما خلاني خلاص كده. اليونيتي فتح معانا، تمام كده، وهنبتدي نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اول حاجه طبعا عشان اعمل اوديو ميكسر بعمل ايه؟ باجي هنا في البروجكت بتاعي اللي هو ده، تمام كده، وبعمل كليك يمين بالشكل دوت، وبعدين اختار كرييت، ومن الكرييت ديت بختار حاجه اسمها الاوديو ايه، الاوديو ميكسر، بدور عليها هنا طبعا، تلاقي فين 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 الاوديو ميكسر، تمام كده. يبقى كليك يمين على الاسس بتاعتك، وبعد كده كرييت، وبعد كده اوديو ايه، اوديو ميكسر بالشكل دوت. هيطلع لي شكل الاوديو ميكسر بالشكل دوت، هسميه مثلا ماي افكتس مثلا، او ماي ميكسر، اي حاجه انت عاوز تعملها، ماي افكتس مثلا بالشكل ده، تمام. هعمل عليه دبل كليك، اتنين كليك شمال، تمام، بيتفتح معايا حاجه اسمها الاوديو ميكسر بالشكل ده. وهتلاقي في الاوديو ميكسرز، تمام كده، هتلاقي في حاجه اسمها السناب شوتس، وفي حاجه اسمها الجروبس، وفي حاجه اسمها الفيوز، تمام. احنا قلنا ان في حاجه اسمها الجروبس، تمام كده. السناب شوت ديت زي ما تقول كده حاجه تانيه، بحيث ان انت تقدر تستخدمها في البرمجه وتعمل بيها مؤثرات داخل البرمجة، ماشي، من كذا من ميكسر واحد لكذا مشهد. بمعنى اصح ايه؟ يعني ممكن انا اعمل عن طريق السناب شوت ديت، ممكن اعمل افكت مثلا، او الاصوات اللي هتكون شغالة مثلا لما يكون اللاعب دوت مثلا في البر مثلا، وبعد كده مثلا اصوات الجون دي مثلا اعمل سناب شوت تاني لنفس الميكسر، بس لما يكون اللاعب دوت مثلا في حاجة زي الكيف، او ان انا اعمل مثلا اوديو ميكسر تاني، او اعمل سناب شوت تانيه لما يكون واحد مثلا تحت الميه، تمام. كل دي عباره عن سناب شوتات من نفس الميكسر. الجروبات هي اللي انا بحط فيها فلاتر، وبحط فيها الاوديو سورسز بتاعتي، تمام كده، وعلى اساس كده الميكسر بيبتدي يشتغل. الفيوز دي حاجه تمام مختلفه تاني خالص، تمام، وهنشوفها ان شاء الله بعدين، تمام تمام طيب بعد ما عملنا الميكسر، ايه المطلوب مننا نعمله؟ المطلوب مننا ان نعمله ان احنا نجيب اصوات من بره اللي هي تخش داخل الميكسر وتبتدي تشتغل معايا. طبعا انت تكون مجهز مجموعه الاصوات اللي انت عايز تدخلها. انا مجهز مجموعه اصوات اهي كتير اهو، طب على حسب ما انت عاوز هتدخل في الميكسر بتاعك وتبتدي تشتغل عليه. فهاجي هنا واعمل لها امبورتنج من خلال ايه، الاسيت. هاجي في الاسيتس هنا واختار امبورت نيو اسيت بالشكل ده، وهاجي ادخل الاصوات بتاعتي. طبعا كل صوت هيقابل له اوديو سورس في الاوبجكت اللي انت هتحطه. هروح واخد مثلا مجموعه الاصوات دي كلها وليكن بالشكل دوت، واعمل لها ايه، امبورتنج. طبعا لما تيجي انت شغال وكده وبتاع، هتبص تلاقي الساوندز دي كلها هتنزل لك فين، في البروجكت، في الاسس بتاعتك. هنتظر لحد بس يعمل لها امبورتنج. كده الاصوات نزلت فين، في الاسيتس عندك، تمام. طبعا المفروض طبعا بتعمل فولدر تسميه اوديو وتنزل فيه الاصوات دي، بس احنا هنمشي الامور بسرعه كده. عندي هنا كذا صوت، وليكن مثلا ان الصوت الخلفيه بتاعي هيكون هو اللي هو الاورور هاوس ده. لو انا ضغطت عليه وعملت له بلاينج بالشكل ده، دي صوت خلفيه ايه، مرعبه شويه،
تمام، تنفع مع لعبة رعب. تمام، في صوت عندي مثلا زي صوت الغراب. وعلى فترات متباعدة، وده كويس طبعا عشان يبقى ممتد مع الصوت بتاع الباك جراوند. في عندي صوت زي صوت الرياح. في صوت تاني زي صوت ضربات القلب. في صوت تاني زي صوت واحد مربوط بسلسلة وبيبكي. في صوت تاني زي صوت زي كده حد بيتعذب. موسيقى رعب فعلا. في صوت وولفز. وولف تاني اهو. وولف تالت. طبعا كل دي عبارة عن ايه؟ اصوات. طيب عملنا الاوديو ميكسر ودخلنا الاصوات بتاعتنا، هنرجع تاني للاوديو ميكسر بتاعنا هنا، وهنيجي في مجموعة الجروبس ديت. تمام كده، وهتعمل ايه؟ هتروح دايس على علامة البلس ديت، وهتعمل اول جروب هتعملها رينيم، وهنسميها الباك جراوند. باك جراوند. تمام، وبعد كده هتيجي برضو على الجروبس من فوق، وهتعمل واحدة تانية تحت الماستر جروب برضو، وهنسميها افكتس. افكتس بالشكل ده. تمام، يبقى انا عندي اتنين جروبس، والاتنين جروبس دول اللي هما الباك جراوند والافكتس دول تحت الماستر جروب بتاعتي اللي انا شغال عليه. طبعا افتراضيا ان الاوديو ميكسر بينزل معايا ماستر جروب بالشكل ده. تمام، طيب يبقى عندي كده اول حاجه، عندي الجروب اللي هي بتاعت الباك جراوند، وعندي الجروب التانيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الافكتس. هعمل ايه بعد كده؟ باجي بعد كده بعمل كليك يمين هنا في المكان دوت اللي هو في الهيراركي بتاع البروجكت بتاعي، وهعمل كرييت الام بي تي اوبجكت اللي هو ده، وهسمي الام بي تي اوبجكت دوت، هعمل له نيم وهسميه هورر او هورر بالشكل دوت، خليها في ار في الاخر باين. تمام كده، طيب عملت الاوبجكت دوت، عشان اشغل الاصوات دي كلها تمام بحط اوديو سورس لكل واحد من الاصوات اللي انا عاوزها. يعني باجي هنا بختار كده الامبت اوبجكت بتاعي دوت، واختار اد كومبوننت اللي هي دي، وفي الاد كومبوننت انا بدخل الاوديو سورس بتاعي. ادي واحد مثلا، ده هيكون للباك جراوند. افتح كده في الاصوات اللي هو الاوديو كليب. تمام، وهشوف اهي الصوت بتاع الخلفيه اللي هي بتاعت بتاع الخلفيه المرعبه دي، خلفيه او باك جراوند موسيقيه. تمام، وبعد كده هحط اوديو سورس تاني لكل صوت. هنفتح ده، هنختار الكليب بتاعي الغراب مثلا، هعمل اوديو صوت تاني. وافتح ديت وهختار خلفيه مثلا الديزرت ويند، هعمل اوديو سورس ثاني وهختار خلفيه هنختار اللي هو الراجل اللي هو في عنده سلسله دوت، واحط اوديو سورس ثاني واختار خلفيه او صوت الولف، هحط اوديو سورس تاني وهختار خلفية او اختار صوت اللي هو الاوديو كليب دوت، هختار الراجل اللي هو بيتعذب مثلا بالشكل ده. تمام، طيب بعد كده هبتدي احدد الحاجات ديت هتنزل تحت انهي جروب. يعني مثلا الحاجه اللي هي الخلفيه الموسيقيه دي هتنزل في الاوت بوت تحت الميكسر اللي اسمه ايه، باك جراوند، او هتنزل تحت الميكسر بتاع اللي هو او الجروب اللي اسمها باك جراوند. هفتح هنا اللي هي الاوديو ميكسر جروب ديت، هفتحها كده واختار الباك جراوند، وباقي الاصوات ديت على حسب ما انت هتوزعها. تمام كده، هتنزل تحت ايه؟ الافكتس. يعني هاخد هنا الاوت بوت بتاعي، الجروب بتاعته هتبقى افكتس، الصوت اللي بعديه الجروب بتاعته
اللي هي دي هتكون تحت افكتس. اللي بعده اللي هو ده الجروب بتاعته هتكون تحت افكتس. اللي بعده اللي هو دوت الجروب بتاعته هتكون تحت الافكتس. اللي بعده الجروب بتاعته هتكون تحت الافكتس. تمام، كده كل حاجة اشتغلت معايا مفيش مشكلة. هرفع ده شوية عشان بس يبان الحاجات اللي تحت اللي مش باينة، وهعمل بلاينج للصوت. تمام، هتلاقي الباك جراوند اشتغلت هنا. هتلاحظ لما انت عملت ده صوت الغراب بدأ يطلع اهو. لما عملت انت بلاينج بالشكل دوت، تمام، هتلاحظ ان حاجه اسمها الايديت ان بلاي مود اتفتحت معاك تحت، انت ممكن تضغط عليها. في الحاله دي بيعمل لك ايديتنج للميكسر. طبعا كل الحاجات دي بتبقى قابله للبرمجه، فانا ممكن اعلق اصوات كل المجموعات عن طريق الماستر اللي عندي، وممكن اعلي مثلا بس بتاعت الباك جراوند او اخفضها، وممكن اعلي اوطي اللي هي بتاعت الافكتس او اخفضها على حسب ما انت ايه حاطط. تمام. طيب اللي هلاحظه كمان ان انا عندي كذا حاجه، زي مثلا ان انا عندي في فلاتر انا ممكن اضيفها لمين للجروبس دي زي ما انا عاوز. انا ممكن اجي هنا واعمل اد واعمل اضيف مثلا صوت ايكو على الباك جراوند بحيث ان يبقى فيها صدى. تمام، لو انت عندك كذا اختيار هنا برضو من ضمن الاختيارات المتاحة عندك، اللي هي زرار السب او السولو. تمام، في زرار اللي هو زرار السولو اللي هو ده، هو معناها ان هو هيخلي بس الجروب دي هي اللي اشتغل وباقي الجروبات ديت مش شغالة. في زرار تاني اسمه زرار الميوت، ودي معناها ان هو هيعمل ميوت او هيقفل الجروب ديت وباقي الاصوات هي اللي تشتغل، يعني عكس السولو. وفي عندك اللي هي الباي باس، ومعناها ان لو في افكتس متطبقه على الجروب ديت هو هيعديها ويتجاهلها ومرضاش يشتغل عليها. دول ثلاث زراير تاني موجودين تحت كل ايه، تحت كل جروب. طيب في الغالب بيبقى عندي مثلا الجروب بيبقى فيها حاجتين هنا، البيتش اللي هي السرعه بتاعت الصوت، يعني ممكن ازود السرعه شويه زي كده بتاعت الباك جراوند، والفوليوم اللي هو ارتفاع وقلت درجه الصوت بتاعتك هنا. دي بتلاقيها في الانسبكتور لما بتختار انت الجروب اللي انت عاوز تشتغل عليه. تعالى كده نجرب مره تانيه. طبعا دي اختلفت خالص. كده انا بطأت السرعة بتاعت الجروب اللي هي دي. خلينا نبطئها، نرجع تاني نشغل. المهم دي كلها حاجات بيوفر لك الاوديو ميكسر بحيث ان انت تعمل باك جراوندز كويسه، والباك جراوندز دي هتبتدي تشتغل مع مين؟ مع اللعبه بتاعتك وانت شغال. بكده نكون خلصنا النهارده الحلقه بتاعتنا، وخدنا جزء تاني من الاوديو موديول وتعرفنا فيه على الاوديو ميكسر.
ووصلنا للنتيجة اللي انتوا شفتوها دلوقتي عن طريق الاوديو ايه؟ الاوديو ميكسر. ان شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناة مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.